مساء الخير جميعا. اليوم ان شاء الله راح نحضر قهوة على جهاز السايفون. كتير ناس كانت عم تسألني على جهاز السايفون كيف تحضير القهوة فيه. طبعا جهاز القهوة السايفون قديم، تقريبا اكتشف او تصنع عن عام 1830. هو عبارة عن 3 قطع. اول قطعة الحاوية اللي بيكون فيها موجود المي، بعدين في عنا الفلاتر. الفلاتر طبعا بتجي نوعين، اما فلتر قماش او فلتر معدن. طبعا كل فلتر وله ميزاته. الفلتر دائما الفلتر المعدن بيسمح للزيوت انه تمر، اما الفلاتر القماش او الفلاتر الورقية بتصفي الزيوت وبتخلي القهوة القوام اخف. انا بالنسبة لي بحب انه يكون في زيوت. والقطعة الثالثة بالسايفون اللي هي اللي بتكون المجمع أو مكان اختلاط المي بالقهوة. طبعا طريقة الفلتر تركيبه مثل ما بنشوفهم في نظام سوستا، والسوستا إلى مقبض عشان نقدر نشد منها، بنركبها من فوق بهاي الطريقة. نمسك السوستا من هون، بنشدها وبنعلقها. طبعا الفلتر صار هون متثبت بأحكام بحيث ما في أي طريقة إنه يطلع فيها، وتركيبها هيك. طبعا نظام عمله هيك، تقريبا هيك راكب نظام عمله. المي بتكون موجودة هون بتتبخر، لما توصل درجة حرارة 100 بتتبخر، بتطلع المي عن طريق الأنبوب الزجاجي اللي هو هاد، هو بتطلع لفوق بتختلط مع البن. انت طبعا بتكون حاطة القهوة المطحونة فوق، تختلط معاها، بعدين بتقطع مصدر النار، بترجع القهوة تنزل لتحت مفلترة عن طريق الفلتر هذا. هاي نظام عمله. ان شاء الله هلا راح نشوف فيديو كيف سريعا كيف تحضيرها، وان شاء الله تستمتعوا فيه. القهوة اليوم اللي ان شاء الله راح استخدمها قهوة من محمصة سعودية اسمها برو 92، هاي كولومبية. راح ناخذ 20 جرام. طبعا هي راشيو مثل الفي 60. انا بحط 20 جرام قهوة، الراشيو 1:15، يعني كل جرام قهوة بياخد 15 مي. طبعا نسينا نحكي بالنسبة للطحن للسايفون، بتكون اخشن من الفي 60، يعني رايحة للكروس تقريبا. وهلا بنشوف الطحن ان شاء الله كيف بتكون. لو نلاحظ طحنة السايفون بتيجي خشنة شوي، اخشن من الفي 60 ومن الفلاتر الثاني. طبعا احنا قلنا الراشيو راح يكون 1:15، يعني كل جرام قهوة 15 جرام مي. معناته راح نحط 300 جرام مي. طبعا السايفون في منها احجام، في منها 3 كوب وفي منها 5 كوب. انا هاي الموجود ان شاء الله مشتغل فيها هي 5 كوب تقريبا، هيك 220، هيك 300 جرام مي. راح نركب الجهاز فوق. طبعا لازم نحتاج لمصدر نار يكون تحت جهاز السايفون التسخين. هاي المي معنا هون لما بتوصل لدرجة 100% بتتبخر، قلنا بتطلع عن طريق الأنبوب الزجاجي وبتطلع لفوق، فلازم ناخد مصدر نار. ناخد جهاز البورن،
طبعا لما نلاحظ هون درجة الحرارة لما عم تصير 100% عم تتبخر المي، المي عم تطلع لفوق، لو ننتبه المي عم تطلع من هون، نستنى لحتى المي كلها تطلع من تحت لفوق. تمام، لما نلاحظ هلا المي كلها صارت فوق وجاهزة لحتى نضيف القهوة عليها من فوق، نخفف النار. معانا القهوة بنضيفها من فوق، طبعا بنحاول ما نقلبها كتير، ناخد بس الأطراف. أداة السيفة بتختلف على كل الأدوات التانية إنه هي فيها تنقيع وفيها شفط، بعكس أدوات الفلتر التانية كلها بتكون عبارة عن ترشيح. لا، السايفون، أداة السايفون مختلفة عنهم إنه فيها تنقيع. أي التنقيع؟ إنه القهوة بتضل فترة زمنية أكتر مع حرارة المي والمي اللي موجودة في الجهاز من فوق. بنعير عليها دقيقتين. طبعا الريحة فورا فورا بتبتدي تطلع. طبعا بهاي الفترة نحنا بنشغل المؤقت الزمني، بتحتاج لدقيقتين. بما انه مصدر النار شغال من تحت، دائما راح تخلي المي تتبخر، المي لما تتبخر راح تتكثف وتصير فوق. احنا هيك عدينا الدقيقة او 30 ثانية. نقطع مصدر النار، بنلاحظ لما نقطع مصدر النار الحرارة تحت راح تصير أبرد من فوق، فبتلاقي القهوة عم تنزل مصفاة مثل ما احنا شايفين هون. طبعا هنا عم تتصفى من الفلتر اللي حطيناه في الأول، بتلاقي القهوة تحت. فناخد تحريكة تقليبي نقلب وهي عم تنزل. لو نلاحظ هون كيف انه القهوة صارت كلها موجودة تحت متفلترة، وبقايا القهوة المطحونة ضلت فوق. هاي ميزة الجهاز السايفون، انه صار فيه في الاول تنقيع بعدين صار ترشيح عن طريق الفلتر والقهوة صارت تحت. طيب بعد ما خلصت واستنينا لانه اتصفت للاخر، بنشيل الجهاز اللي من فوق. قهوتنا بتكون هون جاهزة. لو ننتبه حجم الطحنة هون ظاهر أكتر. الطحنة بتكون خشنة خشنة تماما.
ألفا عليكم، إن شاء الله أن يكون الفيديو فاتكم.